بمناسبة الذكرى 15 لميثاق العمل الوطني، أعرب معالي أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ونيابة عن جميع الأعضاء دعم المجلس وتمسكه بما جاء في الميثاق ميثاق العمل الوطني من مبادئ واستشراقات. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت برئاسته، حيث وافق المجلس على 3 مراسيم وعلى تقرير تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتمت إحالتها إلى مجلس الشورى. خلال جلسة مجلس النواب اليوم تم طرح سؤالين على وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول الرسوم البلدية ومدى التزام أمانة العاصمة بأحكام المادة 5 من قانون البلديات من حيث تمثيل الأعضاء للدوائر الحكومية. السؤال كان يتعلق بثلاث محاور، هي متعلقة برسوم الإعلانات وتخفيض الرسوم للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود. تطرق الوزير إلى الجواب لكن لم يكن بالجواب الوافي. جاء رد الوزير بأن المادة 5 لا تنطبق على أمانة العاصمة، ففندت في مداخلتي هذا الرأي بأن جميع القوانين التي صدرت خلال هذه الفترة من 2001 في قانون البلديات قد نصت على أن يمثل كل دائرة ممثل عضو. اتفقت مع سعادة النائب أن الحاجة إلى زيادة التفتيش والمراقبة، والواقع أن احنا نحتاجها ليس فقط بالنسبة للإعلانات على مواقع العمل بينما لمختلف الخدمات البلدية. بالنسبة إلى مجلس أمانة العاصمة فأوضحت إلى سعادة النائب وإلى المجلس الكريم أن مجلس أمانة العاصمة وكل عضو من أعضاء مجلس أمانة العاصمة لا يمثل دائرة بعينها وإنما يمثل العاصمة ككل. هذا وكان لتقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نصيب الأسد من المناقشة، حيث وافق المجلس على 3 مراسيم بقوانين تتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وبعض أحكام قانون محكمة التمييز وبعض أحكام قانون السلطة القضائية، وقرر المجلس إحالة المراسيم إلى مجلس الشورى. الغرض من هذه المراسيم كلها هو إيجاد فرص للحل بالنسبة للمنازعات الزوجية، وكذلك التأكيد على أن القضاء الشرعي هو جزء من القضاء بصفة عامة ليس منفصلا عنه، بل بالعكس ممثل في محكمة التمييز. اليوم أنا سعيد جدا بأن تجاز هذه المراسيم الثلاثة. وحسب ما هو معمول في وزارة العدل الآن هناك 30% ينجحون في التوصل إلى صيغة توافقية بينهم قبل الذهاب إلى المحاكمة، لذلك كانت تنبع أهمية هذا المرسوم، ولذلك وافقنا عليه تقريبا بالإجماع في المجلس، ونتمنى أن يتم تطبيقه بالشكل الصحيح حيث أنه من لحظة الموافقة على المرسوم أصبح إلزاميا. وفيما يتعلق بتقرير تعديل بعض أحكام مباشرة الحقوق السياسية، قرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته إلى مجلس الشورى. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.